هذا الإعلان، ومن وجهة نظر القانونية والتشريعية كذلك هو وثيقة دولية تعبر في الأساس عن فكر وفلسفة سيدي صاحب الجلالة حول مفهوم التعايش الإنساني ومفهوم التعايش السلمي. والبحرين أكيد بدأت بهذا الإعلان وبهذه الوثيقة التي تم تدشينها منذ عدة سنوات، يعني بدأت أعتقد فصل جديد، وخاصة وأن هذه الوثيقة قد لاقت ترحيب كبير. يمكن الأخوان والأخوات أقدر مني في يعني كشف هذا الترحيب الدولي الذي أتى من دول ومؤسسات كثيرة، وأن هذا الترحيب وهذه الوثيقة وهذا الإعلان أكيد يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي. طبعا نفخر كمواطنين وكمقيمين في مملكة البحرين بأننا في هذا البلد الصغير بمساحته الكبير بطموحات شعبه والكبير أكثر كذلك بمشروع قائد ربان سفينته، هذا البلد الصغير الذي استطاع أن يطلق هذا الإعلان وهذه الوثيقة التي تعد مرجعية خطية موثوقة تعبر عن ما نعيشه فعليا على أرض الواقع من تعايش سلمي. المبادئ كذلك الخمسة التي تضمنها هذا الإعلان أو هذه الوثيقة، والخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي الإنساني ومناهج السلام العالمي وغيرها، أعتقد تناولت كذلك يعني مبادئ مهمة أكدنا عليها. وقبل ذلك هذه المبادئ موجودة في موروثنا وفي تراثنا وفي تعايشنا اليومي ومترجمة كذلك في دستور مملكة البحرين وفي تشريعاته. في أسرتنا طبعا أنا أتشرف أن أكون من الطائفة الشيعية الكريمة، إخواني وخواتي من الطائفة السنية الكريمة، في أهلنا أستاذ روحاني مناسبينهم فمأخذين ناس من المعتقد البهائي، عندي بعد من أهلي مأخذين من الديانة المسيحية وغير ذلك، يعني إحنا أسرة واحدة. ولا ويمكن أسرتي أنا هي شبيهة بأسر كثيرة في البحرين، يعني فيها المكونات المختلفة وهي أسرة واحدة. وأنا أعتقد وهذه يعني يمكن خارج الندوة، أعتقد بأن البحرين كلها يعني منذ مئات السنين أكيد، ويمكن اللي الآن أبرز دي أكثر هو المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة، وبالتالي إحنا فعلياً متعايشين. القس هاني قال فعلاً في أقل من كيلو في جامع وفي كنيسة وفي ماتم، وأعتقد أن هذه موجود كذلك قبل ذلك في الفرجان وفي البيو وفي القرى والمناطق، ولكن قبل ذلك موجود أيضاً في التركيبة.